سيادة النائب، الصناعة ولجنة الصناعة بنفسها معناها ايه؟ أنا النهاردة بقول ودكتور كريم بيتكلم على الجدوى الاقتصادية من وجود أو استغلال، هي موجودة بقى لها 90 سنة أو اكتشفناها من 90 سنة، استغلال هذه الرمال السوداء من خلال المجمعات الصناعية. وفخامة الرئيس قال يا جماعة احنا عايزين كيان اقتصادي عملاق باستثمارات تقريبا 30 مليار جنيه، وقال 5 أو 6 من رجال الأعمال يقدروا يقوموا بده وانتوا كلكم أصدقاء. السؤال بقى، أنا كمصنع أو كصناعي أو رجل صناعة مصري، أنا هعمل إيه بالرمال السوداء؟ هاخدها وأعمل عملية الفصل وأصدر المعادن الثقيلة والمواد المهمة، ولا هاخدها وأدخلها جوه العملية الصناعية وبالتالي أعظم من أرباحي، ولا أرجع تاني زي قديمه وأحطها في شكاير وسلام عليكم؟ لا طبعا، هو حضرتك لازم فاهمين ان الميزه بتاع المشروع دهوت ان مفيش ولا مصنع دي في التكنولوجيا بتاع فصل المعادن في مال السوداء في مصر، فده في حد ذاته بنعتبره خطوه للامام. احنا للاسف كانت السياسه الصناعيه عندنا في مصر، يجي الاستاذ يوسف عمل مصنع طماطم بيكسب كل مصر تعمل زيك. دلوقتي بقى الاتجاه الجديد ان احنا بندور على صناعات مش موجوده وبنستورد المواد الخام بتاعتها اللي بيحتاجها السوق المحلي. عشان كده انا جيت مع حضرتك من سنه او سنتين وقلت لسيادتك هنا ان احنا لازم نعمل خريطه صناعيه لمصر. صح. والدوله ابتدت تعمل خريطه صناعيه، ومن ضمنها مثلا مشروع زي الرمال السوداء. تمام؟ لولا انك انت بتبدأ تبحث عن ايه المواد اللي هي مش مستخدمه، تمام، وتنتج منها حاجات ما كانتش موجوده قبل كده. تمام. وخيص على كده مش الرمال السوداء بس، ده فيها هيطلع ان شاء الله في خلال 10 ايام او 15 يوم من دلوقتي الخريطه الصناعيه الكامله بتاع جمهوريه مصر العربيه اللي هتقول للمستثمرين احنا عايزين ايه وفين. ده كان الحلم، الحلم بتاعنا. كنت بطالب بده طول الوقت، احنا شغالين زي ما قلنا من حوالي سنه وربع تقريبا او شغالين فيه حاجه لغايه دلوقتي. برضو عايز ارجع واقول ان احنا بندرس كلجنه صناعه مع الحكومه ايه هي الاسباب اللي بتخلي الصناعات دي ما اتعملتش قبل كده. كان من ضمن الاسباب عندنا ان قيمه المنتج المحلي، يعني لما اجي اعمل صناعه هنا في مصر والماده الخام عندي، قيمه الانتاج بتبقى اغلى من قيمه الاستيراد. فده كان بيخلي ان الدراسه الجدوى بتاعت المشروع ما تمشيش. طيب ايه الاسباب لكده وايه اللي احنا خدناه عشان نقلل التكلفه؟ 1 شلنا الضريبه العقاريه عن المصانع. 2 قلنا الارض يتم تسليمها للمستثمر بقيمه تكلفه المرافق، دي قرارات طلعت من الحكومه. 3 اللي احنا بندرسه دلوقتي، تمام كده حضرتك، ان احنا ازاي ادعم المنتج المصري عشان اوفر الدولار. كمثال مثلا ناخد حاجه زي السودا قش، احنا بنستورد بحوالي 300 مليون دولار سودا قش. طيب السودا قش دي الماده الخام بتاعتها موجوده الاساسي هو الملح، وموجوده في مصر. وحاليا وزاره قطاع الاعمال مع وزاره البترول بيعملوا دراسه عشان ينتجوا هذا المشروع اللي مش موجود في مصر. يعني انا المفروض او الدوله دلوقتي متجهه ان بتعمل المشاريع الصناعيه اللي بتوفر لي الدولار اللي انا بستورده. ده انا عندي بحر ملح في سيوه. انا بقول لحضرتك ده هيتعمل في العالمين، يعني في جنب. حلو. تمام كده حضرتك. طيب الدراسه بتاعتنا بتقول ايه حضرتك؟ انت طبعا حضرتك احنا لازم ما نيجي نشتغل على اساس موارد الدوله. يعني ما ينفعش حضرتك مثلا انا دوله فقيره في الطاقه اجي اروح اقول لك ايه انا عايز دعم في الطاقه، انا ما بنتجش بترول. كلام 100 100. تمام؟ طب لكن اقدر ادعم باسلوب تاني. ايه الاسلوب التاني؟ ايه اللي انا املكه هنا في مصر؟ اقدر ادعم بالصناعه بدون ما اثر على موازنه الدوله او وزاره الماليه. طاقه. حلو. لا الطاقه مش عايزه مدعمه، عايزه بالسعر العالمي. لا مش عايز ادعمها بفلوس، لكن انا عندي وفره من الطاقه تخليني اعرف افتح مصانع. اقدر افتح مصانع، لكن ايه بقى حاجة اللي انا اقدر اشجع بيه المستثمر؟ 1 اديله الارض بسعر التكلفه واقسطها له على 7 سنين واديها له ما يبدا الانتاج. ليه؟ عشان ما يحطش السيوله بتاعته كلها فين؟ في الارض قبل ما يجيب المكن. 2 ان انا اديله الماده الخام زي الماده السوداء دي ما ادهلوش بسعر عادي،
الدوله ما تبيعهاش بسعر عالي، تبيعها له بسعر رمزي عشان يعرف سعره يبقى ينافس ايه عالميا، لان هو لو ما خدهاش ما هي موجوده عندك هتعمل بيها ايه؟ ده ما اثرش على موادي.